وزير التربية والتعليم كان عمل نظام جديد للثانوية العامة اللي هو النظام التراكمي، مش سنة واحدة شهادة، تبقى 3 سنين. حضرتك ايه رأيك في النظام ده؟ انت شايفاه هيحسن من المجاميع وهيكون في مصلحة الطالب؟ شويه دلوقتي جاي من ثانويه عامه 3 سنين. هو اصلا عارف ان مدرسه التعليم فاسده من الاول، اذا واحنا مش من اول 140 على مستوى العالم، اذا لازم ابدا من تحت من اول كي جي والابتدائي والاعدادي واطلع بيهم ثانوي، مش كل شويه اغير فيهم. هو كده هنعمل تشتت الطلبه اللي معانا، يعني مش هيكون ده في صالح المنظومه التعليميه، انا شايفه كده. يعني اصعب السنين بتمر بيها سواء الاهل او الطالب. الطالب بيبقى اكتر حاجه ملاحظها الضغط عليه في الاسره، الضغط عليه في المذاكره، الضغط عليه في الحفظ، ان هو عايز يجيب كليه كبيره يخش فيها او كليه قمه يخش فيها عشان خاطر يقدر في المستقبل ان هو يلاقي وظيفه او يلاقي شغل يقدر يكفي احتياجاته الاساسيه. يمكن في شقين، شق على الاسره اللي هو من ناحيه الدروس الخصوصيه، ومن ناحيه ان هو يجيب الضغط على الطالب ان هو يجيب الدرجه بتاعته كويسه عشان خاطر يخش على الكليه. هو في العموم في المنظور يعني النظام ذات نفسه انا شايف ان هي مرحله صعبه جدا بتحدد عليها حاجات كتير في المستقبل. انا مع اختيار القدرات، يعني مع اختبار القدرات، ان القدرات بالنسبه للطالب كل طالب بيتحدد قدراته الاساسيه، ينفع في ده، ينفع في هندسه، ينفع في طب، ينفع في محاسبه، يعني بيحب الارقام، بيحب رياضه، بيحب حاجه معينه يبدا يتخصص فيها، ده كويس. بس انا مش عارف التنظيم هيبقى شكله ازاي، يعني بمعنى الاختبار القدرات ده هيدخله ايه، او ممكن تكون قدراته مش كويسة او مش متناسبة معاه فما يخشش كلية خالص، يعني ممكن. فمش انا مش عارف تنسيقها هتم ازاي مع الطلاب او استيعابها مع الطلاب هتمشي ازاي. طالب اساسا ان هو كده ما بيديش حافز للطالب، الطالب يعني كده انت بتخليه كفيف، ما يعرفش هو عمل ايه، ناقصه ايه، المواد اللي هو مقصر فيها، ايه الدرجات اللي ما جابهاش في العربي، في الانجليش، في الكيمياء، فهو ما بيفهمش حاجة، يبقى اخر 3 سنين مش عارف يركز. ان هو لما بيكون كل سنة بيديله شهاده فيها درجات بيعرف ايه هو اللي كان مقصر فيه السنه اللي فاتت، فبناء عليه بيجتهد زياده علشان خاطر يجيب مجموع اكبر، فبتيجي اخر 3 سنين بيكون مجموعه كويس. لما كده هو كده بيعمله، هو هيبقى عارف ايه اللي عمله في السنتين دول، وعارف بس ما بياخدش بيهم درجات، شهاده درجات، ولو خد شهاده درجات بيعرف ان هو جاب كذا في كذا، درجه كذا، كيمياء، انجليزي، عربي، كده يعني. انما هو كده مش شايف حاجه، هيعرف ازاي؟ اذا كان ما طلعتلوش شهاده يعرف منين؟ هو كده بيقول له امشي في الظلام انت ونصيبك بصراحه. يعني هو عمال الناس دي كلها بتتكلم، يعني هما بيجاملوا على حس الشعب والطالب. دي فائزيه للطالب، مصلحه الطالب. انت عايز تصلح يا وزير التعليم، تصلح من الحضانه، مش جاي تصلح لي من اخر الخط يعني في الثانويه العامه. وبعدين مكتب التنسيق ده انت تلغيه ازاي يعني؟ ده بقى له 70 سنه من ايام عبد الملك. يعني دي الميزه الوحيده اللي تكافؤ الفرص. هتعمل لي انت تكافؤ فرص ازاي في اولى سنه وثانيه سنه؟ ما انت عارف المحسوبيه والنشاط والدروس والجنان اللي احنا فيه، واللي انت والدروس اللي قاعده وانتوا قاعدين ساكتين وما بتشوفولهاش حد. انت عايز تعمل حاجه لمصلحه الطلاب، الغي الدروس الخصوصيه، اعمل مجاميع في المدارس، مجاميع يستفيد منها الطالب والمدرس. الفكره كلها مش في القرار، خطا القرار الحقيقي فين؟ ان في مصر نفسها الطالب المصري هو غير مؤهل للفكره اللي موجوده بره. يعني هم بره هو بيعيد انتاج المجتمع الاوروبي يطبق النظريه في مصر. عشان اقدر اطبق النظريه دي في مصر لازم انا اكون عندي اصلا الطالب المصري هو جاهز لحاجه زي دي، فابدا ادخله الامتحان التراكمي فيقعد 3 سنين فيمشي نظامنا فينجح. لكن ما ينفعش اجيب نظريه كويسه مع مجتمع مش مؤهل ليها واطبقها عليه، طبيعي ان هو هتفشل في النهايه. فانا اعتقد من وجهه نظري يعني ده قرار خاطئ جدا. القرار ده محتاج اعاده دراسه مره ثانيه، ان انا اقدر اوفق ما بين النظريه وبين الواقع بتاع الطالب المصري. لا الطالب ولا الاهل. اتفضل. يعني من الناحيه الماديه الاهل مش هتقدر تتحمل المصاريف ال3 سنين. والطالب يمكن تفيد في حاجه ان هو مش هتبقى المواد متركزه كتيره عليه. لكن اكتر اللي هيعاني الاهل.